غير الدول اللي راح تتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 حسب شروط الفيفا انها تدخل بدون تأشيرة مسبقة. يا رب بس لازم يكون عندها فانزون مثل روسيا. الفانزون احنا رحنا طلعنا عليه وان شاء الله راح نقدم تجربة افضل بالتعاون مع اللجنة الأمنية في كأس العالم. راح يكون في شيء افضل ومختلف تماما. علمني عن تجربتك الأمنية لما رحت روسيا. احنا رحنا قبل كأس العالم ايش كثر قعد قبلها ب 20 يوم رمضت هناك تقريبا. لا لا اي احنا رمضنا هناك كان اسبوع الى 10 ايام تقريبا ما اذكر كانت كم المده تحديدا. طلعنا على الاجراءات الامنيه تقريبا كلها اللي تخصنا احنا كجوازات والاجراءات الثانيه المختلفه. اللي تخصنا احنا كجوازات شفنا احنا طريقه ادخالهم للتاشيرات الدخول والخروج في المطارات. طلعنا على مطاراتهم على اساس نشوف ايش المعوقات اللي كانت موجوده هناك نتفاداها هني. احنا نبي نقدم نسخه فريده وتكون النسخه الافضل باذن الله مثل ما تفضلوا الاخوان من ساعه. طريقة الفان اي دي هم هناك كانوا رابطين تذكرة السفر مع تذكرة المباراة مع القطار انه يستخدمها الشخص في توقيت واحد حتى القطار يعني كان بدون رسوم. فكان الشيء جدا ممتاز. احنا باذن الله راح نطبقها بشكل افضل يليق بالنسخة الافضل اللي راح نقدمها في كأس العالم. انا اتذكر انه حتى ابو جاسم اسمح لي على المداخلة حتى يفيدنا احنا امنيا. الفان اي دي هذا لو استوقفت سيارة شرطة او عمل مشكلة او عمل اي شيء في البلاد خلاص هو من يسوي الاسكان مثل ما تفضل اخوي تطلع بياناته كاملة. زين قال لك عبد الله جاسم من شوي انه طيب انتم خلال عملكم هناك صار في اختراقات اكتشفتوا بعض الاختراقات تزوير غيره؟ احنا ما اكتشفنا هالاشياء. احنا يعني هم عرفوكم على مثل هالاختراقات هذه او الاشياء هذه على اساس تتفادونها؟ طبعا هم يروونك هناك الاشياء اللي انت لازم تتفاداها هنا في الدوحه. نعم. او حتى المشاكل اللي هناك موجوده عندهم اساس ان انت تكون بمأمن وهو يرويك صوره ممتازه عن بلادنا. احنا ترى السؤال تواصل الحين ابو جاسم من اللجنه الامنيه مع الاخوان اللي ماسكين الامن كانوا في روسيا وموجودين كانوا هنا من فتره لتبادل الخبرات ايضا فاكيد ناقشوا. وش مثلا انت مثلا انا من الناحيه الامنيه وش الملاحظات اللي شفتوها هناك مثلا؟ انت رحت المطارات عندهم؟ اي نعم. اوكي المطارات يعني وش بعرف وش السلبيات وش الاشياء اللي مثلا انت استفدت فيها هناك محمد يعني بتطبقها هناك؟ انا استفدت في مجال عملي انا كضابط موجود في دار العامه للجوازات. في اشياء ثانيه كانت مصاحبه كانوا معي ضباط من ادارات اخرى هم استفادوا منها. في مجال عملي انا مجال الفان اي دي في تعاون مع اللجنه الامنيه لكاس العالم ما وصلنا حق نتيجه معينه ولكن مثل ما قلت لكم احنا راح نسوي شيء ان شاء الله يكون افضل من روسيا وهي حق مشروع لنا ان احنا دائما نكون افضل. وبس بيكون يعني دخول البلاد بشكل ميسر وبمأمن. هاي اهم شيء احنا عندنا طريقه التامين ان الشخص ما يكون عليه قوام سوداء او يكون مطلوب الانتربول ومن هالامور زين.